ماذا عن الوضعية الميدانية اليوم في ليبيا؟ كيف تبدو لك؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين الأفاضل ولزملاء الضيوف وفريق العمل وإلى حضرتك، شكرا على هذا الاهتمام بالملف الليبي. مما لا شك فيه أن ليبيا منذ 11 عاما دخلت في أزمة ونفق سياسي بسبب تدخل الناتو، وأيضا بسبب الانقسام الذي أنتج انقساما سياسيا ومجتمعيا انعكس على الحياة السياسية في ليبيا وعلى المناحي الحياة بصفة عامة. هذه الأزمة لا زالت تلقي بتداعياتها على المشهد السياسي في ليبيا، تدخلات خارجية، مؤتمرات ولقاءات وقرارات لم تطبق، غياب للشارع الليبي، تدخلات خارجية كما أسلفت هي التي أيضا تلعب الدور، لأن ليبيا منذ أن حدث الانقسام أصبحت ومعروف أن ليبيا تحت الفصل السابع وتحت شرعية مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولم يستطيع الليبيون إلى الآن الوصول إلى حل نهائي بل مراحل مؤقتة. الوضع هناك انسداد كبير، هناك محاولات ولقاءات هنا وهناك، ولكن هذه اللقاءات لم تثمر على شيء، وبسبب انعدام الثقة. أن ما يحدث في ليبيا هو انعدام الثقة بسبب الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي. طيب من الناحية الأمنية سيد حميد، كيف هي ليبيا اليوم؟ نعم، الوضع الأمني كالآتي. الوضع الأمني لازالت المؤسسة العسكرية غير موحدة، هناك انتشار للسلاح خارج الدولة وخاصة في العاصمة طرابلس. أما فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية هناك مجهودات للجيش الوطني، مجهودات تذكر. أيضا هناك لجنة 5+5 والتي تعمل بشكل مضني، ولكنها لم تلقى أي تعاون من طرف الحكومات، فيبقى الوضع. أيضا تدخلات خارجية، تدخل التركي، تدخل الروسي، المرتزقة السوريون، وإن كانت هناك وقف لإطلاق النار منذ أن حدث، ولكن لا زالت الوضع الأمني وهو مهم جدا، إذ أن أحد أهم أسباب عدم الاستقرار هو وجود السلاح خارج الدولة، وهناك قرارات دولية تحت الفصل السابع ولم تطبق إلى الآن، مما يؤكد أن الأزمة الليبية هي أزمة إدارة، وأريد لليبيا أن تبقى هكذا في غياب الحل الليبي.